كل عام البنات كديرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير، وكنتمنى تكونوا دوزتوا هذه الأيام ديال الحجر الصحي بكل راحة وكل أمان، وكنطلبوا من الله يشافي ويعافي جميع الناس اللي تصابت بهذا الوباء هذا، ويحفظ جميع العباد يا ربي يا ربي، ويدوز علينا هذا الشيء بخير وعلى خير. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نوجد واحد الرز باللحم اللي كيجي خطير، بواحد التتبيله من السما زوينه بزاف، صدقوني كنتمنى تجربوها ما غاديش تندموا عليه. هنايا خديت هذا سكنجبير هذا اللي طري، حكيته في الحكاكه، خديت واحد طريف منه حكيته في الحكاكه، وحكيت معاه شي 4 ديال الطروس ديال الثومه. هنايا خديت هاد النجيمات ديال البطيانه، خديت شي 3 هكداك، حتى هما كيعطيو واحد النسمه زوينه. خديت وراق ديال سيدنا موسى، وخديت تقريبا شي 6 الحبات ديال القرنفل، حتى هما كي عندهم السر ديال هذا الروز هذا، كيعطيوه واحد النسمه وواحد الريحه، والمذاق حتى هو كيجي زوين بزاف. هنايا خديت بصله شلتها على هذا الشكل هذا، قطعتها في لايين، فلفله حاره اختياري بطبيعه الحال، ولكن من الاحسن يعني هذا الروز هذا كيجي حار احسن. هنايا خديت تقريبا معلقه كبيره ديال راس الحانوت او قلقله وبسيبيزه، عندي سكنجبير، الكمون، القزبر، والبزار، التحميره، الخرقوم، والملحه. هنايا عندي جوج حبات والمطيشه قطعتهم حتى هما في العيك، وعندي واحد الكميه من اللحم. هذا اللحم ما نخبيش عليكم، كان مازال عندي من العيد كبير، كان محطوط في الكونجيلاتور يعني ما عندناش الوقت امتى غادي نطيبه. وهاد الايام هادي راكم عارفين حنا غير في الدار هكا، يعني اي حاجه كانت مخبيه راني جبدتها بديت كنطيب فيها. هنايا عندي هذا الرز هذا، انا استعملت هذا الرز كلاسي صفر، هو اللي كان متوفر عندي في الدار، ما كانش عندي البيض. هو نورمالمون كيجيب هذاك الرز البيض اللي الحبات ديالو طويله، انا ما كانش متوفر عندي واستعملت هذا، حتى هو جا زوين. هنايا باش نربح الوقت خديت كاسرونه، غسلت الرز ديالي بطبيعه الحال ودرت فيها الماء، غادي نضيف للرز شويه الملحه، وغادي نضيف ليه شويه ديال الزيت. هذا هو السر باش الطريقه باش تسلقوا الرز، باش تبقى الحبات ديالو وحده معزوله على اختها، يعني ملي تكونوا كتسلقوا فيه زيدوا ليه شويه ديال الزيت. صافي هنا غادي نديرو يتسلق، غادي نسلقو نص طلقه ونرجع معكم من بعد. هنا خديت الكوكوط، غادي نضيف فيها البصله، نبداو بالبصله هي الاولى، غادي نضيف ليها شويه ديال الزيت. صافي غادي نحطها فوق البوطه على جنب حتى تقلى لي البصله مزيان، عاد غنزيد ليها المكونات الاخرى. يعني هاد المراحل هذه ضروري انكم تدوزوا منها، هي السر باش كيجي هاد الرز هذا منسم وزوين. هنا خديت اللحم، انا كان عندي مكونجلي ما جبتوش يعني بكريم الثلاجه، يعني في اخر لحظه عاد رشقت لي بغيت نطيب هاد الرز هذا، ماشي مشكل. هنا غادي نخلط هذيك العطريه ديالي. صافي غادي نتبل هذاك اللحم مزيان، غادي نزيد فيها شويه ديال الماء. صافي وغادي نتبل اللحم ديالي، هو من الاحسن يكون ديكونجلي من قبل باش كيدخل معاه هذيك العطريه. انا كنت مزروبه كيف ما قلت لكم في اخر لحظه عاد قررت انني نطيبه. صافي هنا غادي نضيف شويه ديال الماء بين ما اندمجت ليا العطريه باش تدخل في اللحم. صافي وغادي ندخلها مزيان بيديا، نحركها مزيان. يعني ما نعاودش لكم هاد الايامات هادي الجلسه في الدار، يعني ما كاين ما تشري من الصنقات باش تنوعي الماكله ما والو، يعني الواحد كيتلف صراحه ما كيعرفش شنو يطيب. يعني كل نهار انا كنبقى نفكر شنو غادي ندير اشنو غادي ندير، واليوم قلت الرز هو اللي باقي ما طيبتوش، انا غنطيبه اليوم والايام الاخرى يحمل الله ديك الساعه نشوفوا شنو غادي نديرو. خصوصا ملي كيكون عندك الوليدات صغار كيملوا، يعني ما كتجيش خلي ضروري انك كل نهار طيبي لهم شي حاجه في مختلفه على النهار اللي قبل، ماشي بحالنا حنا الكبار يعني باش ما كان كنقضيو. الوليدات الصغار ضروري تنوعي لهم وضروري ديري شي حاجه هكذا مختلفه. ايوا كنطلبوا من الله يدوز هاد الايام بخير وعلى خير. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا البصله ديالي ها هي تقلات ولات على هذا الشكل هذا. صافي غادي نزيد ليها هذاك اللحم اللي تبلت، باقي مجموع مبغاش يتفك ليا. صافي هنا غادي نضيف حتى هذاك سكنجبير داك الطري اللي محكوك مع الثومه، هو تا هو واحد كيعطي واحد اللذه مختلفه بزاف في الطياب.
صراحة إلا جربتوا هذا الروز هذا بهذه الطريقة ما عمركم ما غادي تستغناو عليه. صافي هنا غادي نضيف سكينجب، عفوا غادي نضيف ورق سيدنا موسى، بتيانة، والحبات ديال القرنفل، وحتى إلا عندكم حتى الحبات ديال القزبر يابس حتى هما تقدروا تضيفوا واحد شوية. أنا ما كانوش عندي، كان عندي غير مطحون، راني ديجا درتو مع العطرية. صافي هنايا غادي نخليه يتقلى واحد شي شويه. باش تدخل معاه هذيك العطريه مزيان، عرفتي مع كنقلي فيه طالعه واحد الريحه، يا سلام نحاوتش ليكم زوينه بزاف. هنا غادي نضيف هذيك مطيشه. هنا كنعتذر منكم تحبس لي التصوير وما رديتش البال، المهم ما درت حتى شي حاجه، ضفت غير مطيشه وضفت الماء. صافي غادي نسد على الطنجره ديالي، غادي نسد عليها بالمطابليه اللحم، خصو ضروري يطيب مزيان. صافي وغادي نعاود نحل عليها. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا هما الحيمات طابو، جاو دايرين طابو مزيان، ديجا داك الما كله مشى. صافي غادي نضيف واحد الكمية من الماء، باش غادي نضيف هذاك الرز ديالي، نخليه يغلى، ضروري نخليه يغلى شوية. هنا في هذه الاثناء هذه، حيت انا كيف ما لاحظتوا راه ما درتش الحار على قبل الريجاج، غادي نعزل ليها واحد شويه في كاسرونه ديال هاد المرقه ديال هاد اللحم، نضيف لها واحد طريف ديال اللحم، غادي نعزلو على جنب، وعاد غادي نضيف الحار. ما نخبيش عليكم انا وراجلي الا ما كانتش شي حاجه حاره راه ما كتجيناش، سورتو هاد الايامات مع محرومين من الهريسه، ديجا باغا نصايبها في الدار حيت ما كنقدروش نشريوها. دابا راكم عارفين اي حاجه ماشي في لومبالاج ديالها ولا شي حاجه ما كيقدرش الواحد يشريها. هنا ضفت ديك الفلفله الحاره الحمراء، قطعتها على شكل هاد الدوائر هذه وضفتها، وغادي نزيد الفلفل الحار هكا غبره، حنا ضروري كتعجبنا الماكله حاره، واصلا هاد الروز هذا حار كيجي حار حسن، يعني في الاصل ديالو كيتكال حار. صافي ها هو الرز ديالي بعد ما تسلق نص القاع، راني صفيته من قبل، وغادي نضيفه فوق الرز باش يكمل الطياب ديالو، عرفتي راه كيجي معجول حبه على اختها. ما كياخدش بتاتا، ما كياخدش الوقت بزاف، يعني تقدروا انا راه في اخر لحظه وجدته، ما خداش ليا كاع الوقت. صافي غادي نحاول نطيب داك المرقه داك البلول باش يتشرب ليا البلول مزيان. الرز ديالي كيجي على هذا الشكل هذا، بعد ما كمل في الطياب ديالو راه ما كياخدش كيف ما قلت لكم حيت ديجا طيب نص طيبه، راه كيجي الحبات ديالو معزوله، والريحه اللي طالعه منه كيف ما قلت لكم راه ما نعاودش لكم، راه كتشهي، راه انا كنطيب فيه وكان كنقول يا ربي انت كمل في الطياب، الريحه ديالو زوينه والمذاق كذلك لذيذ بزاف بزاف بزاف، مختلف على الطريقه اللي معتادين كنصايبو بها حنايا الروز هكا باللحم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتشاركوه مع الاحباب والاصدقاء. كنشكركم بزاف على المتابعه، وكنتمنى نلقاكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، وكنتمنى الله يلطف بالعباد ديالو ويبعد علينا هذا الوباء هذا. كنخليكم في رعاية الرحمن، وكنشكركم، وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفة جديدة بإذن الرحمن.